اليوم جيسي حبت تخصص فقرتنا للكلي وتحديدا للبودي لانجويج، او كيف ممكن نتفاهم ونلقط هالاشارات اللي الكلاب ممكن يعطونا اياهم. فهيدي لغه انا برايي يمكن من اول للاخر. ولكن قبل جيسي كنت عم تقولي لي في كلب ضايع، فحابين نضوي شوي، يمكن حدا من المشاهدين شافه او بيعرف علم عنه. مزبوط، او يمكن اخذوا مفكروا انه كلب اصحابه ما بقى بده اياه. هلا رح يطلعوا الصور. الكلب اسمها ايفا، لها 9 اشهر ضايعه. حسب ما بتقول صاحبتها للكلبه انه اخر مره شافوها بالجنوب. اذا حدا بيعرف شيء فيه يتواصل مع الجمعيات. عم نحكي عن جمعيه بيتا، وكمان عم نحكي عن جمعيه انيمالز لبنان، بس تواصل مع جمعيه بيتا. وهلا كمان اذا بنشوف الصور الثانيين بنشوف انه الكلبه كيف شكلها. هي اليوركشاير يلي شقره على اليمين. مزبوط، ما بعرف ليش الصورة هون ما نقلت عندي. إذا رجعت هاي هي الصورة. هون الكلبة أوضح، اسمها إيفا، تقلى 2.5 كيلو، وكلبة كتير صغيرة. إذا حدا عم بشوفنا وبيعرف شي عنا، بليز يتواصل مع جمعية بيتا، أو فينا يتصلوا كمان، بنقدر نحن نساعدهم. بالنسبة لموضوعنا تيناي اللي هو موضوع كتير مهم. عادة ببيتس نحكي عن قصص بوزيتيف، نحكي عن كيف نتعامل مع كلابنا، كيف الكلب هو شيء إضافة إيجابي لحياتنا. في شيء بدنا ننتبه منه يلي ولا مرة خصصنا حلقة له، لكن أنا صار في إنسيدنت مش من زمان معي وفكرت كتير ضروري نحكي عن هالموضوع، وهو إنه الكلب بيعد أوقات. هلأ نحن صار في إنسيدنت بلبنان حكينا عنه وقت الصبي اللي توفى، ولكن أنا اليوم عم بحكي عن الكلاب اللي هن كلاب عايشة معنا بالبيت. يلي هو كلب ما مفروض يكون كلب بيعد. بس نحن أول شغلة لازم نفهمها إنه الكلب وقتها بيعد مش معناتها هيدا الكلب شرس بده يأذي. هيدا طريقة كوميونيكيشن. نعم. تنقدر نتفادى هيدا الموضوع كمان في البادي لانجويج اللي انت قلتيها. يلي بتقدر تخلينا هون عم نشوف، بتشوفي أشكال مختلفة للكلب لجسمه. كيف يتغير، ومع تغير الجسم بيكون الكلب عم بيعطيك ساينز. من خلال هالتصرفات عم بيجرب يوصلنا رسالة أو طلب لإله. فيها تكون من وراء الوجه، فيها تكون وراء الدينين، من وراء كيف بحق الدنب وشكله كيف، أو من وراء الجسم كله. نحن هول الأمور لازم ناخذها بعين الاعتبار. هلا نحن ما بدنا نعظمها ونعمل إنه الشيء هو كتير صعب ولا هيك، بس في تفاصيل كتير صغار هلا رح نشوفهم خلال الحلقة. وأصلا حطيت كمان صور كرمال نهون الموضوع على المشاهدين هنا وعم بيحضرونا. هلا في هون انعمل احصائيات بامريكا، و82% من الاولاد اللي بينعدوا هن تحت ال 15 سنه. سو هون هيدا بتخلينا نفكر في مسؤوليه على الاهل. وكأهل لازم على طول يعلموا الولد اول شيء كيف يتعامل مع الحيوان. يعني ما لازم نقرصه، ما لازم نحلشه، ما لازم نشده. لانه الكلب ساعتها عم بيعمل رياكشن ليعد ليدافع عن حاله. اكيد. والشغله الثانيه سوبرفيجن. كل مره ببيتس على طول بنقول اي كلب كان، اي حجم كان، اي عمر كان، ما ينتركوا اولاد لحالهم بدون وجود الاهل. الكلب بالنهايه حيوان. مزبوط. في عنده ليميتاسيون. وما بنعرف ان كان الغلط اجى من ميله الولد يما الغلط من الكلب. فالمفضل والمش مفضل لازم عطول يكون الولاد موجودين مع الكلب supervised. هلا اذا بدنا نحكي شوي عن بسمون calming signals، الكلب بيعطينا مثل حركات معينه. شوفي هلا نحن وقتها بنوصل عند عالم اوقات دغري بنركض بدنا نسلم. سو على طول بنجي للكلب من ميله فوق، بنحط ايدنا من فوق. بالنسبه للكلب انت هون عم تتعدي عليه، عم تكوني dominant عليه، بخاف. او بنجي بنعبط الكلب، او بنجي بنبوس الكلب. وانا بتصير معي اوقات مع كلبتي عالم بقربه بده يغنجوها وعلى راسها وبده يبوسوها. لا. لانه الكلب منه مرتاح بهالشيء، مش مثلنا نحن بنحب الغنج وهيك. هلا كيف، شو بيعطينا الكلب ساينز لننتبه منهم، او اي متى قبل ما نشوف الساينز، اي متى ممكن الكلب يعد؟ ممكن مثلا اذا كلب محطوط بجردان، وهذا الكلب هون انا ما بحب يكون بجردان، بس كثير عالم بعيشوا بالجردان. سو بالنسبه له هيدا التريتوار تبعه. لما بيتقربي عليها
اوقات بدك تتوقع انه الكلب يعمل رياكشن لانه عم يدافع عن حاله، هو عم يدافع عن هالمنطقه يلي لقله 100%. واوقات بقلب الجاردان بيكون حاطينه بمحل في سياج يعني مسكر، هون كمان بعد أسوأ من هيك لانه الكلب بيكون كثير غير انه بيكون محصور ومعصب، كمان عم بتفوتي على التريتوار تبعه، كمان هيدا الشيء عم بيعتبر لقله انه انت عم تتعدي عليه. سو ممكن يعمل رياكشن. الشيء الثاني، في كلاب اوقات اذا نحن زعجناهم بدافعوا عن حالهم، سو ممكن يعدوا. كمان في نوع كلاب بيعملوا مثل صيد، سو اوقات نحن بنشوف كلب بعوي نركض بيركض ورانا سو هيدي اوقات بتسبب بتحمسه. ايه هي بتسبب اوقات عدة ما بنفهم ليه، بس انه عم نحكي عم جرب احكي بلانجوج الكلاب اليوم كيف هن ممكن يشوفوا تصرفاتنا معهم من منظارهم 100%. شغله كمان، الام الكلب يعني لما بيكون عندها بابيز اوقات بتحمي كلابها، سو كمان نحن لازم نتفادى نقرب على كلبه عندها بابيز، خاصه على البابيز 100%. لانه هون هي حتعتبر انه هي بحاجه انها تحميهم. وكمان على سوء الحظ لما بيكون عنا عالم دربت الكلاب على بيعتبروه ديفنس بلبنان او حمايه، ولكن الكلب بيتدرب اوقات بطرق مش مزبوطه بصير الكلب شرس. وهذا الشيء كمان بعرض ممكن نحن نتعرض. سو نحن جنرال رول كلب ما بنعرفه ما نقرب عليه اذا لحاله، اذا صاحبه معه بنسال صاحبه هل الكلب فيه يقرب عليه، وعطول لما بدنا نقرب على الكلب بننتبه باي طريقه معينه. الكلب بدوره بيعطينا ساينز، وهول الساينز نحن لازم ناخذهم بعين الاعتبار، وهول هن يلي رح نشوفهم نحن سوا. هلا لننتقل على الصور يلي هلا رح نشوفهم سوا. هون بتشوفي عاده نحن بنفكر وقت الكلب يهز ذنبه مبسوط. اوقات هزه الكلب يعني هو انكشس او خايف او عتلان هم، وبتكون الحركه اثبت مش كثير سريعه، وبيكون الكلب مثل ما شايفين مشنج مثل ما شايفين بالصوره. هيدي فيها تكون وحده من القصص. هون الكلب اللي عم نشوفه، شوفي ذنبه كيف مالت اليمين واقف وثابت صح ومشنج، والشمال موتي هيك، هي بسموها كالمينج سيجنال، عم بيقول له للكلب اللي حده ما تعتل هم، انا ما عم شكل عليك خطر. اوكي حلو. سو نحن هون وقت من الكلب بيعمل هيك جستشر، نحن ما لازم نعتبر انه مبسوط اذا وطى وعم بهز ذنبه، لا، اوقات هالتوتايه والهيك هيدي كالمينج سيجنال، يعني الكلب عم بيقول في شيء ماني مرتاح، عم بيسيطر شوي قد ما في ايه وماني مرتاح انا على الوضع. سو الصوره هلا رح نشوفها، شفتي مثل الهلال او العيون الابيض اللي فيهم، هيدي الابيض هي للكلب انه خايف ومنه مرتاح. أوكي. وعم بيقول لك انتبهي فزعان ومنه مرتاح انتبهي منه، يعني هيدي فيها نحن نكون نشوفها معقول يعد. وات كان كم افتر ذس، يعني الممكن يجي من بعد هيك شيء، هي حتى بالصوره هلا اللي كانت بتشوفي لسانه لبرا، ذس از انذر كمان، يعني هيدا اللسان لبرا الكلب عتلان هم. ننتبه. انا بالنسبه لي كلب عم بحط لسانه هيك برا وعيونه هيك، هيدا الكلب خايف، أنا مرتاح، ما بقرب عليه، ما بدي ملحس له لأنه عتلنهم. هون عم نشوف كمان كلب منه مرتاح، بتشوف الأبيض على داير عيونه 100%. وهيدي الصورة كمان هو مبسوط، الشخص عم بيتصور مع الكلب، معتبر الكلب مبسوط، ليك بس الكلب منه مبسوط أبدا. هلأ شوفي إذا ما بتعرفي هالقصص ما بتنتبهي صح. هلأ يمكن كتير من العالم اللي عم بيحضرونا رح يشوفوا كلاب، رح يبلشوا يلاحظوا، رح يلاحظوا إنه الكلب هالإشارات، وتخيلي في ولد والولد ما انتبه وبرم الكلب دغري عدو، اكيد سو هون نحن هيك بصير في حوادث، هون نحن بنقع بالمشكله، ونحن الهدف انه نتفادى المشكله. شغله كمان غريبه عجيبه، الكلب بيتاوب وقت يكون منه مرتاح. سو اذا كلب منه نعسان بنص النهار ما في سبب يكون نعسان وتاوب، يعني هو محطوط بقلب سيتياسيون منه مرتاح فيها، بليز انتبهوا. اذا قرب الولد على كلب تاوب الكلب هيك الكلب منه مرتاح، زيحوا الولد عنه بعده عنه. وهون كنا عم نحكي عن الليب ليكينج او وقتها بظهر لسانه لبرا، مش معناتها عم بلحوسنا عم ببوسنا عم بفرجينا افكشن، وطبعا ما عم بحكي عن شخص قاعد مع كلبه وكلبه مبسوط عم بيتغنج، اكيد عم بحكي عن شخص فات لعنده 100% يمكن ما بيعرفه، او حتى ولد بقلب البيت يمكن ابنك مع كلبك ولكن الولد الكلب مزعوج ما بده الولد يقرب عليه، سو نحن واجباتنا نقول له للولد ننتبه بعد، لانه ممكن يجي من بعد هالشيء هي تكون عدة. هلا كمان رح نشوف نحن فيديو لنحسس المشاهدين شوي اكثر. ليكي هون هي شغله كثير مهمه، في بسينه وفي كلب، الكلب بارم وجهه. سو كثير مرات بتشوفي كلبين قربوا على بعض، واحد من الكلاب برم وجهه، او انت بتقربي على كلب بيبرم وجهه وبيزيح منه مرتاح، اتركوا له السبيس تبعه، عم بيعطيكم قصص تنتبهوا منها
حتى ما هيدا الشيء يودي من بعدها لعدها. anyway خلينا نشوف هيك نشوف فيديو بس بيعطينا هالقصص اللي حكيناها كيف لايف بيصيروا. شفنا لكينا مقطع من الفيديو رح صح. نشوف الكمالة مزبوط ورح نعلق عليها كمان وهيك أنا كمان بساعد شوي بالكالمينج سيجنالز اللي عم نشوفها بالفيديو. ومثل ما قالت تينا نحن وجبتنا من وراء هيدا الموضوع يعني هون شوفي الكلب الأبيض كيف عم يبرم وجهه. هلا انا عم فرج الاكزامبلز بين كلب وكلب بس هولي فيهم يكونوا بين انسان والكلب اكيد عرفتي. هون بنشوف كيف بيتاوى بالكلب كمان الابيض رح تشوفيه عم بيتاوب لانه منه مرتاح مش مبسوط بده عم بقول له حل عني انه فيك بعد عني لانه انا ماني مرتاح. ها تاوب اوقات الحكه كمان هي كالمينج سيجنال نحن ما حكينا عنها بيكون الكلب كمان انه منه مرتاح او نفضه الجسم ويلي كمان كتير مرات مش بس بيستعملوها لهيدا الموضوع الكلب. هلا بتشوف هيدا الهرب كيف رح ينفض جسمه. This is another calming signal. هولي نحن مثل ما قلت عم نشوفه نحن بين كلب وكلب ولكن بيصيروا بين الكلب والإنسان وبيستعملون معنا إنه بين هي الكلب هيدول هن تصرفاته يعني مع مين ما كان رح يتعامل بنفس الطريقة 100%. هلا كمان أوقات بتعلى الجريد هون كان عم بنبهك. هلا لما ما بتشوفي هول التفاصيل التنبيه الثاني إجمالا نحن بنعرفه وكمان رح نشوفه هلا بالصور. أوقات بتشوفي الكلب ظهره كله مثل قابب أو عام عامل هيدا الزيح اللي هلا عم نشوفه. هلا هيدا الكلب يعني عم بجرب يقول بطريقه ما انه انا معصب بعده عني. هون نقيتها برسمه لتبين اكثر نشوف زيح الظهر كله قابب معناتها الكلب منه مرتاح. شيء ثاني كمان ممكن نشوفه يلي هي منقول نحن بالعربي الدارج بنيب الكلب وهون شغله كثير مهمه انه نحن ما لازم ابدا 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 نمنع هيدا الشيء يصير لانه شو بيصير معنا اوقات العالم يعني هون بيفتح تمه ببينه نيابه كلهم 100%. اوقات نحن لما بيعمل هيك الكلب بس لما يعمل هيك عاده نبعد نحن نو صح بس لما بيكون كلبك واذا عم بيتصرف هيك مع اولادك اغلب الاوقات شو بتعملي بتعيطي على الكلب بتقولي له ما تعمل هيك صح أوكي. انت بتكوني عم بتعلمي الكلب هون شيء غلط ليه عم بتعلمي الكلب ما تنبهنا انه رح تعاد عاد دغري اوكي سو نحن وقتها بنشوف هالشيء بنفسر للولد بعيد عن الكلب وما بنعلم الكلب ما يعمل هيدا الحركه أوكي. لازم نعتبرها العكس 100% لازم نعتبرها تنبيه من الكلب ناخذها بعين الاعتبار مش عم بقول نغنجه لنعمل هيك بس ما نعيط عليه ونحسسه انه هو نمنعه يعمل لانه هيدا بتفيدنا وهيدا طريقه كوميونيكيشن او تواصل بيننا وبين الكلب بس قد ايه مهم هول الاشارات نعلمهم لاولادنا كمان هيدا المهم وهيدا الهدف اليوم وهون يعني انا بتمنى كل الاطفال اللي عم يحضرونا اليوم او الاهل يوصلوا هيدا يفهموا هيدا الخبريه وتتطبق يوميا لانه مثل ما قلنا اذا 82% من الاشخاص اللي عم بيتعرضوا للعد من الكلاب هن اطفال معناتها في عندنا مشكله تفاهم ما عم نقدر نفهم الكلب سو نحن كاهل نعلم الاولاد اذا الاولاد عم يسمعونا اسمعونا منيح وشفتوا هول الصور احفظوهم وبتصور بتساعد انه نقلل العد شغله كمان بنسمعها
أوقات منقول إنه الكلب ما لازم نقرب على أكله، مزبوط، وإذا قربنا على أكله إذا حطينا إيدنا لازم إذا حطينا إيدنا بقلب صحنه ما يعدنا. أنا بس بدي أوضح هون شغلة كتير صغيرة، الكلب لما بتقربي لتحطي إيدك بفكر عم تاخدي أكله بعدتك. ما نعيط على الكلب، ان فاكت نخلي هالشغله اللي عم نعملها تكون بوزيتيف. انت وعم تقربي على صحنه عطيه تريت، خليه يحس انه انت تقريبتك على صحنه هي شيء بوزيتيف مش نيجاتيف، عم بتشكلي له خطر يعني ببطل يعر. سو باختصار تينا حلوين هول، ايه لازم ننتبه يعني منه. حتى الواحد اذا ما عنده كلب حلو يعرفهم، لانه الواحد ما بيعرف ايمتى ممكن يصير في صدفه يروح عند عالم يطلع عندهم كلب ببيته. هي اهم شغله، فهيك الواحد يكون عارف شو هن هالاشارات ونتفادى اي حادث ممكن يصير. كثير مهم هيدا الشيء، ومهم اكثر لما بتزور العالم من لما بيكون كلبك، لانه ما بتعرفيه ابدا صح. للكلب غريب علينا. يس ثانكس جيسي لهالتيبس. رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومنكفي عليك.